السلام عليكم ورحمة الله، الله يعطيك العافية. محاضرتنا اليوم إن شاء الله راح تكون عن البارت 2 من أو الجزء الثاني من سلسلة محاضرات الـ ECG. الجزء الأول كان عن البيسك ECG، وبصراحة في طلاب تواصلوا معي بيسألوني إذا في إلها أي إشي مسجل. للأسف ما في إلها أي إشي مسجل، يعني أنا بحتفظ فيه. الموجود هو فقط تسجيلات الطلاب، الفويس ريكوردينجز اللي سجلوها الطلاب واللي شاركتكم باللينك على الجروب الفيسبوك وحتى على التيمز. لكن إذا ربنا قدرني وقدرت أو كان معي مجال، راح أرجع أسجل محاضرة البارت 1 تاعت الـ ECG. في محاضرة اليوم إن شاء الله راح ناخذ فيها عن النورمال ساينس ريثم، شو خصائصه، كيف بنحكم إنه هذا الريثم هو فعلا طالع من الـ SA نود، عشان هيك سميناها إحنا نورمال ساينس ريثم. كمان راح نحكي عن الديسريثمياز، ايش هم المشاكل اللي ممكن تصيب الريثم اللي originated from the sinus node، هاي بنسميها احنا sinus node dysrhythmia. وكمان راح نحكي عن الديسريثميا اللي originated from the atrium، وهي اسمها atrial dysrhythmias. فبنقول بسم الله وعلى بركة الله. هسا كتعريف ديسريثمياز، هي معناها انه يا بكون عندنا مشكله في تكوين الامبلس او في الكوندكتيفيتي، طبعا او بكون في عندنا مشكله في هذول الثنتين، بالفورميشن او بالكوندكشن للامبلسز اللي بتكون جوات الهارت. كلياتنا متفقين انه الامبلس ببلش من الاس اي نود، تنتقل للليفت اتريوم وللرايت اتريوم عن طريق الفايبرز اللي بتنقل هاي الامبلسز، وبعدين بنتقل عن او بنتقل للافي نود عن طريق الانترنودال باثويز، والافي نود بتنقلها للبندل اوف هيس، وبعدين البندل اوف هيس بتنقلها للليفت اند رايت برانشز، وهي كمان بتنقلها للفنتريكلز وللبيركنجي فايبرز. هذا النورمال كوندكشن تاع الامبلس اللي طالع من الاساس من الاسي نود. فالديسريثميا يا بكون عندنا مشكله في الفورميشن من الاساس، شو هو الاوريجن تاع الامبلس، يا عن طريق يا بكون المشكله عن طريق الكوندكشن او بالثنتين هذول. المشاكل اللي ممكن تحصل اذا صارت بالفورميشن او الكوندكشن تاعت الالكتريكال امبلس ممكن تاثر لنا على الريت تاع الهارت، او ممكن نخليه مثلا ممكن يصير بيشنتس معاه تاكيكارديا او بريديكارديا، ممكن يصير في عنده مشاكل في الريثم، patients ممكن يصير في عنده regular or أو sorry irregular heart rate، أو ممكن تخلي ال patients عنده مشكلة في الثنتين في الريت and rhythm. مشكلة الدسريثميا إنها مشكلة مش سهلة، ممكن تكون هي life threatening situations، لأن إحنا في الأول والأخير مين اللي بيشتغل أو مين اللي أو شو شغل الهارت اللي هو pumping. فإذا إحنا ما طلعنا ما صار عندنا enough cardiac output، فالفيتال اورجنز بصير ات ريسك انه يصير فيها فيلير، وبالتالي هاي لايف ثريتنينج سيتويشن. الديسريثميا ممكن يكون مشاكلها او الاوريجن تاعها من الاس اي نود نفسها، او ممكن تكون مشاكل من الاتريامز، سوري مش الاتريامز، جميعها اتريا، او الفنتريكلز، اور بوث، اور اني وير في الهارت. زي ما قلنا هي مشاكلها انها ممكن تاثر لنا على الهيمودايناميك تشينجز، الكارديك اوتبوت، وبالتالي راح يصير عندنا اختلاف بالبلود فلو للفيتال اورجانز. كيف احنا بنشخص هاي الارثمياز او الديسريثمياز؟ عن طريق مين؟ عن طريق ال 12 ليد اي سي جي او الاي سي جي ان جنرال. هسه شو الكونسيكونسز بتاعت الديسريثميا؟ قبل ما نحكي عن الكونسيكونسز خلينا نتذكر معادلة الكارديك اوتبوت. ومعادلة الكارديك اوتبوت شو بتحكي؟ انه الكارديك اوتبوت سي او بتساوي ستروك فوليوم. ايش هي ستروك فوليوم؟ ستروك فوليوم اللي هي عبارة عن كمية البلد اللي بيعملها ايجكشن للهارت في خلال 1 بيت في كل نبضة، قديش القلب بيطلع دم في كل انقباض في كل نبضة، هاي سميناها الستروك فوليوم. طيب الكارديك اوتبوت هي عبارة عن ستروك فوليوم ضرب ايش؟ ضرب الهارت ريت،
اللي هو قديش القلب بدق في الدقيقة. فصفى لنا الكاردك اوتبوت في العربي شو هو؟ هو قديش القلب بيطلع بلط خلال دقيقة، قديش هو بضخ دم خلال دقيقة واحدة. والبيسكس من الرياضيات انه بما انه في ضرب هون على اليمين هذول الجهتين، فالعلاقة مع الكاردك اوتبوت مالها طردية، يعني كل ما زادت الكونتراكتيليتي او اللي هي الستروك فوليوم شو راح يزيد عندنا؟ الكاردك اوتبوت. نفس الشيء كل ما زاد الهارت ريت راح يزيد الكاردك اوتبوت، والعكس صحيح، انه الستروك فوليوم كل ما قلت بتقل الكاردك اوتبوت، كل ما قل الهارت ريت بقل الكاردك اوتبوت. الهارت ريت قلنا علاقة طردية، تمام، يعني كل ما زاد بيزيد الكاردك اوتبوت، لكن هذا صحيح لحد معين. في الغالب يعني ما في اللي بيسالني قديش هذا الحد، بيختلف من كل بني ادم لبني ادم. فواحد البيشنت ستاته ممكن لحد 170 القلب يظل، كل ما زاد الهارت ريت وصل ل 170 بيزيد الكاردك اوتبوت. في ناس ممكن على 180 يستحمل، كل ما زاد بيزيد، لانه بعد هيك شو بصير؟ كل ما زاد الهارت ريت بقل الكاردك اوتبوت. ليش بده يقل؟ لانه ببطل يكون في مع الهارت وقت انه يعمل فيلينج، بقل بنسميها decrease the filling time. هي هون تمام، هسه رح نيجيها. فانت التاكيكارديا كويسه لحد معين، مش كويسه قصدي انها كويسه انها بتزيد الكاردك اوتبوت لحد معين، بعدين ببطل القلب يقدر يلحق يعبي دم، بصير ينقبض ايش ماله، هو فاضي ما فيهوش دم كافي، فراح هيك راح يقل الكاردك اوتبوت. فهي وجب التنبيه لها هون. فقلنا الديسريثميا هي راح تخرب على البامبينج فانكشناليتي تاعت الهارت. فعندنا اول شيء البراديكارديك ريثمز، المشاكل اللي بيكون فيها السمه انه عند البيشنتس براديكارديا، بما انه قل الهارت ريت شو راح يصير عندنا بالكارديك اوتبوت؟ راح يقل، تمام. فامبير بلاد فلو تو فيتال اورجانز باي ديكريزينج توتال كارديك اوتبوت حسب المعادله اللي تحت. التاكيكارديك ريثمز هاي شو راح تعمل؟ راح تقلل لنا الدياستولينج فيلينج تايم، ما راح يظل في للهارت وقت كافي انه يعبي دم، وبالتالي اذا ما في انا عندي دم شو راح يصير بالستروك فوليوم؟ راح تقل. فاذا قلت الستروك فوليوم شو راح يصير عندي بالكاردك اوتبوت؟ اذا قل الستروك فوليوم راح يقل عندي الكاردك اوتبوت، تمام. فالبراديكارديا راح يقل عندنا الكاردك اوتبوت لانه قل الهارت ريت، بينما في التاكيكارديك ريثمز راح يقل الفيلينج تايم، وبالتالي القلب لما ينقبض راح ينقبض وهو فاضي او ما فيهوش دم كافي، فبالتالي راح تقل عندنا الستروك فوليوم، وبالتالي راح يقل عندنا الكاردك اوتبوت. طيب ايا اخطر قلنا او ايا اهم شيء للكاردك اوتبوت، الفنتريكلز ولا الاتريومز؟ الاتريا هما الفنتريكل. عشان هيك بس هذا ما بيعني انه الاتريال ديسريثميا ما بتخوفنا، لا، الاتريال ديسريثميا ممكن تقلل الكاردك اوتبوت بنسبه 20%، بينما الاشي اللي دائما بخوفنا وبنحط عيننا عليه يعني انه ننتبه له ويكون عندنا انترفينشن سريع اللي هما فنتريكولار ديسريثميا، لانه هاد على السريع بتقلل لنا الدياستوليك فيلينج في حالات التاكيكارديك طبعا، وبالتالي الكاردك output بكون diminished، يعني ما فيش cardiac output، وبالتالي البيشنت تعال حس له مثلا واحد عنده VFib تعال حس له بلس، ما فيش بلس. ليش ما فيش بلس؟ مع انه الهارت قاعد بيشتغل، لانه ما فيش cardiac output، هو قاعد بيطلع وهو فاضي. فاذا ما قل اذا قلل cardiac output راح تصير في عندنا absence of pulse، راح تبطل تحس بالبلس، لانه البلس هو عباره عن waves اللي هو تدفق الدم خلال الارتريز بيطلع هذا البلس. إذا ما في عندي أنا دم بمشي خلال الأرتريز مش راح تحس ببلس. وليش ما صارش في عندنا دم أو ما وصل الأرتريز؟ لأنه ما فيش عندي كاردك أوتبوت بسبب ديكريز أو ريديوس بالدياستوليك فيلينج تايم. وبالتالي إذا أنا عندي قل الكاردك أوتبوت وما فيش عندي ببلس، شو راح يصير عندنا بالبلاد بريشر؟ راح يصير في عندنا دروب بالبلاد بريشر. إتيولوجي للديسريثميا، أي إشي بيعمل إكسايتابيليتي لا الهارت سيلز بيعمل او بخلي البيشنت ات ريسك انه يعمل له ديسريثميا، تمام. فدائما الميجر كوز هو اكسايتابيليتي بالكارديك سيل،
شان قصدي انها اكسايتابل اريتابل، انا بقصد فيها انها تكون اريتابل. اسباب الاريتابيلتي اللي ممكن تصير بالكاردياك سيلز، يا بتكون اهمها انه decrease بالO2 demand، يا بكون عندنا مشكلة drug ingestion وبالتالي هاي كمان بندرج تحتيها البويزنينج، يا بكون في عندنا stretching على الهارت muscles زي حالات congestive heart failure، يا بكون في عندنا metabolic imbalances و electrolyte imbalances patients اللي بتلاقيه بياخذ كافيين كمان او بدخن. فهي معظم المشاكل. فلو زي ما حكينا هايبوكسيا والام اي مالها قلت الاكسجين على الكارديك سيلز، فبالتالي راح يصير في عنده اريتابيليتي وبالتالي ممكن يصير عندهم اريثمياز. نفس الشيء الشوك، الشوك ممكن تقلل من البرفيوجن للهارت نفسه، ممكن تعمل لنا ميتابوليك والكترولايت امبالانسز، فبالتالي هاي بتخلي البيشنت ريسك فور اريثمياز. البويزنينج ودروج انجستشنز اذا تاثيرهم على الهارت زي مثلا دواء الديجوكسين هذا ممكن يعمل عندنا ديسريثميا. الام اي ديكريز الاو 2 للتيشو بتاعت الهارت نفسه، كونجستيف هارت فيلير لانه بصير عندنا ممكن يصير في عندنا دايليشن او هايبرتروفي في الهارت، فبالتالي احنا بنعمل ستريتشنج على السيلز وبالتالي بنعمل اريتيشن. Pulmonary disorders زي pulmonary edema أو core pulmonale هذول نفس الإشي ممكن يعملوا stretching اللي هي بترجع رجوع على الهارت، وبالتالي إحنا هنا ممكن نعمل irritability في cardiac cells. وحكينا عن موضوع electrolyte imbalances والmetabolic imbalances. General manifestations of dysrhythmia أهمها إنه بكون في عنا irregular rate and rhythms. ممكن patients بلش يحس palpitation بخفقان بصدره. ليش patients بصير ممكن يصير معاه chest, neck, shoulder or arm pain؟ وإذا هذول كلياتكم بتتذكروا من أضلتو هاي زي إيش؟ هذول من علامات الانجينا. ماشي؟ زي علامات الانجينا. إحنا بنحكي هذول إنه patients إذا زاد مثل صار عنده تكي أرثمياز وزاد عنده الهارت ريت وصل مثلا 200، تمام؟ تخيلوا 200 الهارت قاعد بيشتغل، فالورك لود شو قاعد بزيد؟ بده يزيد الـ O2 demand، بزيد الـ O2 demand، فبالتالي البيشنت بصير عنده أعراض الأنجينا، لأنه أنا مش ملحق على القلب أكسجين، فبصير عنده أعراض الأنجينا. وهذا طبعا خطيرة جدا مع الناس اللي عندهم already angina، فمنخاف تتطور الأمور ويصير عندهم MI، فبصير عندهم موضوع chest, neck, shoulder or arm pain، وبالتالي ممكن يصير عندهم كمان اللهم صل على محمد numbness of the arms. patients ممكن يصير عندهم dizziness. ليش dizziness؟ لأنه بقل الكاردك output وبالتالي راح يقل perfusion للبرين ويصير عندهم decrease بالconcentration، وهذا كمان بيعمل ايش؟ decrease the level of consciousness. patients ممكن يصير عنده dyspnea بسبب الخوف والrestlessness والanxiety، ممكن يصير معهم weakness وفاتيك، نفس الشيء من decrease cardiac output. cold skin بسببها يا decrease perfusion ل peripheral organs بسبب decrease cardiac output، او ممكن انه الجسم نفسه قاعد بيعمل ايش؟ compensation، بيعمل vasoconstriction peripherally عشان انا احافظ على الدم يروح على الفيتال اورجانز، فبصير في عندي cold and pale skin. nausea vomiting هاي ممكن تصير باسباب او اسبابها الريفلكس، في عندنا ريفلكس كل ما قل عندنا الهارت ريت او قل الكارديك اوتبوت بصير عند البيشنتس nausea vomiting. ممكن يكون في عندها سبب او يفسرها انه البيشنت هو nauseated، سوري مش nauseated، انه هو anxious، انه هو خايف. patients بما انه قل عنده decreased بالcardiac output راح يصير عنده بالblood pressure شو؟ راح كمان ينزل عنده blood pressure. واذا قل perfusion لللنجز فبالتالي بطل يصير في عندنا احنا oxygenation، فراح يصير في عندنا decrease بالauto saturation. نبلش اول شيء في موضوع normal sinus rhythm. من اسمها sinus، شو يعني sinus؟ انها طالع من الSA node، تمام؟ فهو اللي الريثم اللي بيقول لنا انه initiated or originated في الساينس نوت.
الventricular and atrial الاتريال ريت لازم يكون قديش 60 لـ100، وهذا ليش؟ لانه الاسينود قديش تعطينا امبلسز من 60 لـ100، عشان هيك احنا النورمال هارت ريت تاعنا من 60 لـ100. شو لازم يكون الريثم؟ لازم يكون ريجولار. هسه البي ويف لازم تكون ايش؟ نورمال بالشيب، كونسيستنت، لازم شكلها يكون ثابت دائما، ولازم هي تسبق كيو ار اس، يعني ما تيجي هي تتاخر لبعد الكيو ار اس، لانه في بعض انواع الديسريثميز راح نشرح عنها انها البي ويف بتيجي بعد الكيو ار اس. فالكاركترستكس تاعون البي ويف قلنا بوزيتيف في اللي 2، سموثلي راوندد، كونسيستنت في الشيب، شكلها دائما ثابت خلال الاي سي جي، وهي تسبق الكيو ار اس. خلينا نط على النقطة الأخيرة، إنه الـ P to QRS ratio is 1:1، يعني كل P تتبعها QRS، هاي كل P وهي وراها QRS، كل P وراها QRS، هاي بنسميها P QRS ratio is 1:1، طبعا هاي ما فيش إن هنا، هاي خطأ. تمام؟ فصار عندنا هسا characteristics تاع normal sinus rhythm، أول شيء الـ heart rate يكون 60 لـ100، الريثم يكون ريجولار، البي ويف يكون شكلها كونسيستنت، سموثلي راوندد، وتسبق الكيو ار اس، والريشيو تكون 1:1. الكيو ار اس شو لازم تكون؟ نورمال شيب. شو يعني نورمال شيب؟ حسب الشيب اللي احنا شرحناهم في المحاضره السابقه في الليد 2 بتكون الكيو ار اس ايش؟ بتكون بوزيتيف، صح ولا لا؟ ولازم تكون الديوريشن تاعتها مالها اقل من 0.12 سكند. هاي احنا هنا اذا كانت اقل من 0.12 سكند احنا بنسميها نارو كيو ار اس، اذا اكثر، اذا 12.12 او اكثر بنسميها وايد كيو ار اس. النورمال انها تكون نارو اقل من 0.12 سكند. بي ار انترفال لازم تكون طبيعيه، نورمال ليميت اللي هو من 0.12 ل 0.2 سكند، ولازم تكون ايش كمان؟ كونسيستنت. تمام؟ consistent يعني دائما، مثلا كانت 0.14 لازم على طول الاي سي جي يضلها 0.14، لانه يعني في انواع الهارت بلوكس بتلاقي بتبلش نورمال تطول تطول ما تعول له ايش الهارت ريت او الكيو ار اس صار لها بلوكت، هاي احنا راح نحكي عنها في موضوع الهارت بلوكس. بينما الكاركترستكس تاعون نورمال ساينس ريثم، نعيد من البدايه، الهارت ريت يكون 60 لـ100، الريثم يكون regular، البي ويف تكون positive، smoothly rounded، طبعا positive في اللي 2، وsmoothly rounded، consistent in shape، شكلها دائما ثابت، وهي اللي تسبق لكيو ار اس، والراتيو اللي هي بي كيو ار اس ratio تكون 1:1. بالنسبة للكيو ار اس لازم تكون نارو، يعني تكون الديوريشن تاعتها اقل من 0.12، وتكون normal in shape. بي ار انترفال لازم تكون نورمال ليميت 0.12 ل 0.20، ولازم تكون طولها متساوي وثابت خلال الاي سي جي. اذا هذول الخصائص موجودات احنا بنسمي هذا الريثم نورمال ساينس ريثم. تمام؟ هسه واحد ممكن يحكي لي هون، طيب انا في عندي اس تي ديبريشن. بتفق معك في البيشنتس عنده اس تي ديبريشن، لكن الاس تي ديبريشن او الالي اليفيشن ما لهوش دخل في الريثم. الاس تي ديبريشن والاليفيشن هذا بحكي لنا انه البيشنت عنده اسكيميا او عنده انجري في الكاردك سيلز، لكن كريثم لا، هو طالع من الاس اي نود وماشي بمجراه الصحيح. هاي هذا الجدول هو بلخص لنا خصائص النورمال ساينس ريثم، او بختصر له هون ان اس ار. قلنا الفنتريكولر والاتريال ريت يكونوا 60 لـ100. طبعا ليش انا حطينا الفنتريكولر والاتريال ريت؟ الاتريال ريت عن طريق البي ويف، والفنتريكولر عن طريق مين؟ عن طريق الكيو ار اس. وبما انه قلنا البي لكيو ار اس ريشيو 1:1، صح؟ 1:1 هي تحت تون، هي من الكاركترستكس. فانا بتوقع انه الفنتريكولر والاتريال ريت مالهم دائما متساوي، فدائما تلاقي اذا الاتريال ريت 60 تلاقي الفنتريكولر ريت 60، هذا اذا بدي اقول عنه نورمال ساينس ريثم. فنتريكولر والاتريال ريثم شو لازم يكونوا؟ ريجولار. البي ويف بيكون ابرايت بوزيتيف سيميلر ان شيب، اولويز ان فرونت اوف كيو ار اس، دائما تسبقها.
QRS shape and duration consistent لازم تكون normal اللي هي أقل من 0.12. تهتموش بهذا الرقم، أهم شيء تكون أقل من 0.12 أو اللي هنا حاطينه إياه لحد 0.11. PR interval قلنا لازم تكون consistent ولازم تكون normal duration اللي هي من 0.12 ل 0.20. هل في عنا مرض ممكن يأثر على الـ PR interval ويخليه أقل من 0.12؟ نعم، وهذا أتوقع أنه راح نشرحه في السلايدات أو في الأرثميز القادمة إن شاء الله. هسه شو هم types of dysrhythmias؟ بالنسبة للـ dysrhythmias اللي بتصير المشكلة من الـ SA node نفسها، يا الـ SA node بتصير تطلع لنا slow heart impulses وبالتالي صار راح يصير عندنا bradycardia، نسميها sinus bradycardia، sinus tachycardia هنا بكون عندنا الامبلس طالع من الاسي نود لكن بتطلع عندنا impulses اكثر من 100، sinus dysrhythmia الريت كويس كل خصائص كويسه ما عدا الريثم شو ماله الريجولر. في الاتريال dysrhythmia هنا السبب او الامبلس من وين الاوريجينيشن تاعها مش من الاسي نود، صاير في الاتريوم، فاحنا بنسميها اتريال ديسريثميا، وهي تنقسم ل اتريال فلتر، اتريال فيبريليشن او بريماتشور اتريال كومبلكس. كمان عندنا مشكله الجنكشنال ديسريثميا وهي اللي بتصير في الاي في نود او بالاي في جنكشن. كمان عندنا مشاكل فينتريكولار ديسريثمياز اللي هي اسبابها او تنتج من الفينتريكل نفسهم الامبلس، وهي ممكن تكون فينتريكولار تاكيكارديا، ventricular fibrillation. طبعا في انواع ثانيه من الارثمياز لكن هذا اللي راح يشرحوه في محاضرات الاي سي جي. هون نبلش في sinus bradycardia. كل خصائص النورمال كاركترستكس اوف sinus rhythm بتكون موجوده ما عدا الهارت ريت. الهارت ريت شو لازم يكون؟ اقل من 60 بيت بير مينت، لكن كل الخصائص الثانيه موجوده. All other parameters are normal. هنا بنسميه هذا البلس ماله او هذا الريثم شو بنسميه؟ sinus bradycardia، لانه الامبلس طالع من وين؟ من الاس اي نود، لكن وكل الخصائص الثانيه اللي هي بي كيو ار اس ريشيو كلياتها واحد لواحد، كل البارامترز كلياتها نورمال ما عدا الهارت ريت اقل من 60، هذا بنسميه نورمال او سوري بنسميه sinus bradycardia زي ما هو هون موجود عندنا في الصوره. البي تسبق الكيو ار اس، QRS narrow، PR interval ثابتة، P wave شكلها ثابت، كل P معها QRS، لكن الهارت ريت لو جيت تعد 1 2 3 4 5 تقريبا 6، 300 تقسيم على 6 او اقل، يعني تقعد تحكي ما بين هي اقل من 60 بيت بير مينت، ما بين 55 يعني تقريبا حوالي 55 بيت بير مينت، فهذا احنا بنسميه sinus bradycardia. طلعوا هاي characteristics اللي دائما هاي نعتمدها على المقارنة. فكل characteristics انه الريثم regular، QRS shape مالها هنا ضبطوها يا جماعة اقل من او لحد 0.11 تمام، فانتوا اعتمدوا هاي اللي من تحت less than 0.12، P wave دائما normal consistent in shape ودائما تسبق ال QRS، PR interval consistent والduration تاعتها normal من 0.12 ل 0.20، P QRS ratio 1 ل 1. المشكلة وين؟ فقط في الريت، قديش الريت؟ أقل من 60 beat per minute، هذا احنا بنسميه sinus bradycardia. هذا على الـ ECG عندنا أشكال متعددة للـ sinus bradycardia. فلو جيت انت تحسب او طلعت على كل البارامترز بتلاقيه عندنا نورمال ما عدا الهارت ريت هو اقل من 60 ل 100. فلو حسبت كل واحدة فيهم بتلاقي الهارت ريت اقل من 60، بقية الكاركترستكس موجودين نورمال، فهذا اسمه الريثم sinus bradycardia. causes ممكن اسبابها انه البيشنتس الميتابوليزم ريت تاعته نازلة، زي لما واحد يكون نايم، زي الواحد لما يكون نايم ما بده ميتابوليزم عالي، أو الناس اللي بيكونوا أثليت، هاي ما لهاش دخل في lower metabolic needs، لا، الأثليت بيكون الستروك فوليوم تاعتهم عالية، فقلنا الكاردك أوتبوت
بتساوي الستروك فوليوم ضرب مين؟ ضرب الهارت ريت. فهذولا الاثليت بكون الكونتراكتيليتي تاعت الهارت ماسلز قويه كثير، فالستروك فوليوم مالها عاليه قويه. فعشان ما يصير في عندنا زياده كثيره في الكاردك اوتبوت، شو الهارت بيعمل؟ كومبنسيشن، بقلل من الهارت ريت. فإشي طبيعي انه نلاقي البيشنتس او الاشخاص اللي هم اثليت يكون عندهم سينس براديكارديا، هذا إشي طبيعي. كمان من الاسباب اللي ممكن تعمل سينس براديكارديا الناس اللي عندهم كسل في الغده الدرقيه اللي هو الهايبوثايرويدزم، لانه الهرمونات تاعت الغده الدرقيه هي اللي بتحفز جهاز او الميتابوليزم، فاذا ما في عندي هرمونات غده درقيه ما في عندي ميتابوليزم عالي، فبالتالي راح يقل الشغل على الهارت ويقل الهارت ريت. كمان عندنا الفيجل نيرف ستيميوليشن، وحكينا في المحاضره الاولى انه الفيجل نيرف تابع لمين؟ للبارا سمباثيتك، وهذا البارا سمباثيتك شو شغله على الهارت؟ بقلل من الهارت ريت. طيب كيف ممكن احنا نعمل له ستيميوليشن لهذا الفيجاس نيرف؟ يا عن طريق الفوميتنج، يا عن طريق السكشننج، او عن طريق السيفير بين. عشان اختصركم، اي شيء ممكن يزيد الانترا ثوراسيك بريشر فهذا راح يعمل ستيميليشن للفيجاس نيرف. تمام، اي شيء بيزيد الانترا ثوراسيك بريشر بيعمل لنا فيجال نيرف ستيميليشن. كيف يعني؟ يعني مثلا مريض اخذ نفس وحبسه، هذا ممكن يعمل له فيجال نيرف ستيميليشن ويقلل الهارت ريت. بيشنت لما جينا نعمل له سكشننج صار يشد على حاله، نفس الشيء بالفوميتنج، شد على حاله حبس او زاد الانترا ثوراسيك بريشر فبيعمل فيجال نيرف ستيميليشن. نفس الشيء سيفير بين، الناس اللي بكون عندهم كمان كونستيبيشن وهم يعمل ستريننج فهذا ممكن يعمل فيجال نيرف ستيميليشن. كمان بعض الميديكيشنز مثل بيتا بلوكرز، ديجيتاليس، دلتيازم، كلها ممكن تعمل لنا ساينس براديكارديا او تقلل الهارت ريت. بعض المرات في حالات الكورونري ارت ديزيزز خصوصا في الانفيرير ام اي، هايبوكسيميا، ايديوباثيك ساينس نود ديسفانكشن، في مشكله عندنا في الاس اي نود لكن احنا مش عارفينها عشان هيك سميناها ايديوباثيك، حالات الالتر منتال ستيتس ديليريوم كمان، او في حالات الانكريز انتراكرينيال بريشر. هسا بالانكريز انتراكرينيال بريشر شو اللي بصير عند البيشنتس؟ انه بزيد البيرفيوجن لوين؟ اول شيء من انه قاعد بزيد البريشر جوات الدماغ، والاي سي بي هو مكون من ايش يا جماعه؟ مكون من تيشو، مكون من السي اس اف. تمام، الانتراكرينيال بريشر مكون من السي اس اف، مكون من التيشو تاعت البرين، ومن البلود اللي بوصل للبرين. هاي هم الثلاث اشياء. فهسا الشيء اللي بيميز البرين انه عنده خاصيه الاوتو ريجوليشن. شو يعني اوتو ريجوليشن؟ انا اذا زاد عندي الانكريز انتركرينيال بريشر بدي اقلل من شيء، مستحيل يقدر يقلل من حجم الانسجه اللي عنده، فممكن يتحكم في الحجم سي اس اف او كميه الدم اللي واصل له عن طريق انه بيعمل فيزو كونستريكشن. فاذا patient عنده increased intracranial pressure هذا شو راح كمان يقول الدماغ؟ شو راح يخبر الهارت؟ يقول يا عم انا جايني بريشر عالي منك، جايني بيرفيوجن عالي، انا اوريدي عندي increased pressure فقلل لي قلل. فممكن يعمل انه بقلل من الهارت ريت تاعت الهارت، وبالتالي يصير عندهم sinus bradycardia. medical management اذا البيشنت اموره ستيبل، اكسجين ساتوريشن اموره تمام، هو ما بدوش اي تريتمنت. تمام، اذا صار عنده اي سيمتومز، يعني اللي هي السيمتومز اللي راح تصير عنده اللي هي من اعراض ديكريز كاردك اوتبوت او من ديكريز ساتوريشن، فهون احنا بنشوف شو الكوز وشو السيمتومز. لكن اول شيء دائما باي نوع ارثمياز دائما احفظوها بعطي البيشنتس ايش؟ O2. تمام، قبل ما اعطي الجا لاي نوع ثاني من الميديكيشن اعطيه O2. طبعا حسب الاوردر، او اذا انك انت نيرس تقدر تعطي مثلا، في كتب تقول لك، او حسب بوليسي، في ناس بحكي لك تعطي 2 لتر بير مينيت عن طريق النيزل كانيولا، وفي ناس بقول لك اب تو 6 لتر بير مينيت عن طريق الفيس ماسك، حسب البوليسي يعني. اذا البيشنت هو سيمتوماتيك، عنده شيكنس، هايبوتنشن، سينكوبي بسبب ديكريس كاردك اوتبوت، فاحنا هون بنعطيه 0.5 ملغ اوف اتروبين
اي في نعطيها رابتلي ونكررها every من كل 3 إلى 5 دقائق. وهذا الاتروبين قلنا شغله ايش؟ بيشتغل بوقف الاسيتوكولين، بوقف او بلوكس الفيجال ستيميليشن، لكنه الاتروبين ما بنقدر نعطيه في حالات البيشنتس اللي عندهم كاردياك ترانسبلانتيشنز اللي هم مزارعين لهم القلب، لانه هاي ممكن تعمل لهم اي في بلوك. طبعا اذا البيشنتس ظلوا الهارت تاعه سلو او كان هو اوريدي فيري سلو هارت ريت، هنا احنا ممكن نلجا لموضوع البيسنج. البيسنج اللي هي البطاريه، بحطوا الكترودز على الهارت في الاتريومز مثلا، وهي ممكن تصير تعطي هي الشحنات الكهربائيه، فبالتالي ان انا ارفع الهارت ريت تاع او الريت تاع الهارت. بالنسبه للساينس تاكيكارديا، هسه الساينس اتفقنا انه الموضوع من وين؟ من الاس اي نود، ماشي، فلساته الامبلس بيطلع من الاس اي نود. لكن بما انه تاكيكارديا فاحنا بنحكي المشكله هي فقط في الهارت ريت. الهارت ريت بيكون هو فوق ال 180، وفي الغالب ما بوصل اكثر من 180، فهو ما بين 100 ل 180، هذا هو الساينس تاكيكارديا. بقيه الخصائص تاعون الساينس ريثم بتكون موجوده. احنا بنحكي عن الريثم، عن الشكل البي ويف، الكيو ار اس ديوريشن، بي كيو ار اس ريشيو، بي ار انترفال، كلياتهم نورمال ما عدا الهارت ريت بيكون 100 ل 180. هاي الخصائص مره ثانيه قلنا الهارت ريت هو بيتجاوز ال 100 وفي الغالب ما بيتجاوزش ال 180. فينتريكولر ريت والريثم، او سوري الريثم نفسه ان كان الفينتريكلز او الاتريومز بيكون ريجولار. كيرس شيب اند ريشيو بتكون نورمال، وقلنا انه لازم هاي تتصحح من لحد 0.11، او هاي هي الاصح اللي هو less than 0.12. بي ويف نورمال كونسيستنت ان شيب ودائما تسبق الكيرس. بالنسبه للبي ار انترفال دائما ثابته، والديوريشن تاعتها نورمال اللي هي ما بين 0.12 ل 0.20. الراتيو اللي هي ما بين بي لكيو ار اس ريشيو دائما تساوي 1 لـ 1، والبي تسبق مين؟ الكيو ار اس. هذا شكل الساينس تاكيكارديا. فلو اجيت انت مثلا على الاي سي جي اللي من فوق عديت تقريبا هذا مربع مربعين، هاي 10 مربعات صغيره، 12 مربع صغير، قسم 1500 على 12 مربع، تقريبا بتطلع ما بين 125-130 البيت بير مينت. هنا تحت عندنا تقريبا مربعين كبار بهاي الصوره، فهون الهارت ريت تقريبا 150. طيب البي ار انترفال طبيعي اقل من 0.20، الكيو ار اس ريشيو نارو اللي هو تقريبا مربعين صغار 0.08، البي ويف مالها لسه بوزيتيف وكونسيستنت ان شيب. فهي كلياتها ايش؟ تعتبر انه هذا البيشنت عنده نورمال ساينس ريثم. طبعا الصوره اللي من فوق هاي طلعوا على البي ويف شويه بيكت، فبصراحه ما اتوقع شيء انه هذا اي سي جي طبيعي، هذا ممكن يكون رسم، فبالغالب ما بتكونش طبيعيه بيكت بي ويف. هسه بالنسبة للكوزز تاعون الساينس تاكيكارديا، أول إشي بدنا نتوقع إنه سمباثيتك تون أو سمباثيتك سيستم شغال أكثر، إن كانت بسبب فيزيولوجيكال أو سايكولوجيكال ستريس، ممكن بسبب الكافيين، ممكن بسبب زيادة الميتابوليزم نيدز، واحد مثلا عنده هايبر ثايرويدزم مثلا، اللهم صل على سيدنا محمد. وكمان اي irritability بتصير بالكارديك سيلز، وحكينا شو اسبابها. مثلا واحد ماخذ مثلا اتروبين بتوقع سايد افكتس انه يعمل له تاكيكارديا. واحد ماخذ مثلا كاتكلومايز، ابينفرين، دوبامين، ستيمولانس حكيناها، كافيين، نيكوتين، السهر. كمان من الاشياء اللي ممكن تعمل ستريس على الهارت زي الاكيوت بلود لوس الهيموريج، في المراحل البدائيه بصير عندنا تاكيكارديا عشان الهارت يعوض الدم اللي راح، يعني ما هو مش يعوض، انه يوصل دم اكثر
للفيتال اورجانز فبصير يشتغل اكثر فبزيد الهارت ريت. نفس الشيء الانيميا ما بوصل اكسجين للفيتال اورجانز فبتخلي الهارت يشتغل اكثر، بقول يا عم احنا مش واصلنا اكسجين، اشتغل اكثر. نفس الموضوع في حاله الشوك، هايبو هايبرفوليميا ديكريز عندنا بيرفيوجن. بالهارت فيلير لما يصير في عندنا ستريتش او اذا قل الكاردياك اوتبوت فبده يزيد الهارت ريت عشان يعوض. نفس الشيء بالهايبوكسيميا، نفس مبدا عمل الانيميا انه ما في عندي اكسجين بوصل للفيتال اورجانز. البين هو عباره عن ستريس بيطلع لنا الكاتكولاماينز. فيفر بيزيد من الميتابوليزم ريت. اكسرسايز بيزيد من الميتابوليزم ديماندز فالهارت بده يشتغل بسرعه. انكزايتي له دخل بالستريس. فكلياتها هاي راح تزيد من او تاثر على الهارت، تزيد من السمباثيتك سيستم شغله وبالتالي يزيد من الهارت ريت. ايش الميديكال مانجمنت؟ نفس الاشي البيشنتس دائما احنا بدنا نشوف الساينس والسيمتومز تاعهم. فالجول تاعنا انه بدنا نطلع على الهارت ريت، بدي اقلل من المايوكارديال اوكسجين كونسبشن، يعني بين قوسين انا بدي اريح الهارت. فلازم نطلع احنا شو الكوز ونعالجه. ممكن يلجا الدكتور انه يعمل فيجل نيرف مانوفر او فيجل مانوفرز. كيف يعني؟ مثلا ممكن يعمل له كاروتيد مساج، ممكن يخلي البيشنتس ياخذ نفس ويحبس. يعني هاي واحد من الاشياء اللي ممكن نعملها. بعض المرات ممكن نخلي البيشنتس يحط اصابعه في ثمه يجي زي تاي يستفرغ، او مثلا الدكتور يطلع ثمه عن طريق التونج بليد، هاي العصا تاعت الدكتور اللي كانوا يشوفوا فيها الحلق. فكلها بتعمل زي ستيميليشن او فيجل مانوفرز. ممكن يستخدم الادونيسين لانه هو اصلا بيشتغل انتي اريثميك. ممكن يعطوا بيتا بلوكرز لانها بتقلل الهارت ريت، هي والكالسيوم شانل بلوكرز. اذا استمرت وما استجابت للميديكيشن احنا ممكن نخلي البيشنتس، طبعا بشرط انه يكون في عنده هيمودايناميك انستابيليتي، يعني انه ينزل الهارت سوري ينزل البلد بريشر، يقل عنده الكاردياك اوتبوت. فهون احنا بنضطر انه نخلي البيشنتس يخضع لسينكرونايزد كاردوفيرجن. اللهم صل على سيدنا محمد. سينكرونايز كاردوفيرجن شرحناها في المحاضرة الأولانية، الفرق بينها وبين دي سي شوك. وإن شاء الله رح نيجي ل في سلايدات معينة في محاضرات اي سي جي رح نفرق أكثر وأكثر بيناتهم. هسا أخذنا المشاكل اللي بتصير بالساينس نود. بلشنا بساينس براديكارديا، إنه كل الكاركترستكس تاعون الساينس ريثم موجودة ما عدا الهارت ريت بيكون أقل من 60. وكمان اخذنا ساينس تاكيكارديا، انه كل الكاركترستكس موجوده ما عدا الهارت ريت بيكون اكثر من 100، وقلنا لحد 180 تقريبا. اجينا لموضوع ساينس ديسريثميا، وهون بنحكي كاريثم. فكل الكاركترستكس موجوده بما فيها الهارت ريت من 60 ل 100، لكن الريثم شو بكون؟ بكون الريجولر. وهذا السبب بكون من وين؟ ما ان احنا حكينا ساينس معناته المشكله كمان وين؟ في الاس اي نوت. فهي بتطلع امبلسز، لكن هاي الامبلسز مالها؟ الريجولر، ما بتكون الريجولر. فهذا طبعا بيؤدي الى انه الار ار انترفال في الاي سي جي بتلاقيها شورتند خلال الانسبيريشن، خلال الاكسبيريشن بصير لها برولونجيشن. طبعا ليش هيك؟ لانه الواحد لما ياخذ انسبيريشن بياخذ نفس لجوا، فهذا بيقلل من الفينوس ريتيرن على الهارت. لما يقل الفينوس ريتيرن شو بده يقل؟ بده يقل الكاردياك اوتبوت كمان، لانه ما بكونش في عندنا ستروك فوليوم كافيه. فبقل الكاردياك اوتبوت فالهارت تلاقيه قاعد بزيد بيشتغل كثير. فلما تقل الار ار انترفال معناته الهارت ريت قاعد بزيد. ولما يعمل اكسبيريشن يطلع هذا الهواء ويقل الانترا ثوراسيك بريشر بيرجع الهارت ريت يشتغل طبيعي، وممكن يصير لها برولونجيشن الريسبيراتوري ريت. طبعا في المجمل في الدقيقه بتلاقي الهارت ريت ماله نورمال. فقلنا الاس اي نود ريت جراديولي انكريز وذ انسبيريشن، بزيد الريت تاعها بالانسبيريشن، وخلال الاكسبيريشن شو بصير فيها؟ بقل. سيمتومز في الغالب ما لهاش، يعني ما فيش له سيمتومز الا اذا بكون الار ار انترفال طويله جدا، واحنا بنسميها زي بوز بتوين هارت بيتس. فهون ممكن البيشنت يحس زي انه زي اللي وقف قلبه شوي. زي ما قلنا كل الكاركترستكس موجوده من ناحيه
الهارت ريت 60 ل 100، الكيو ار اس ريشيو اقل من 0.12، البي ويف نورمال كونسيستنت شيب ودائما بتسبق الكيو ار اس، البي ار انترفال دائما ثابته والديوريشن تاعتها نورمال من 0.12 ل 0.20، بي كيو ار اس ريشيو من 1 ل 1. المشكله وين؟ هون المشكله في الريثم نفسه. الريثم شو بكون؟ الريجولر. لا هاي سميناها ساينس الريثم. هون على ECG خلينا نطلع اكثر على الصوره اللي من تحت. فطلعوا في الانسبيريشن شو بصير عندنا؟ الار ار انترفال مالها قصيره، بينما في قلنا ليش بالانسبيريشن بزيد الانتراثوراسيك بريشر بقل الفينوس روتين فبتقل الستروك فوليوم، فالهارت بده يعوض عن طريق الهارت ريت بزيده، بينما في الاكسبيريشن بيروح الانتراثوراسيك بريشر بقل، فبالتالي بيرجع الفينوس روتين ترجع الستروك فوليوم، فالقلب بده يعوض عن طريق انه بقلل الهارت ريت، فبتطول عندي الار ار انترفال. ونفس الشيء فوق الكوزز هي معظم الاحيان بنعتبرها نورمال فينومينا، بنشوفها كثير بالاشخاص اللي هم شباب في العمر او الاثليت. بعض المرات ممكن تكون بعد ما يصير عندنا فيجل نيرف ستيميوليشن، او بعض الادويه ممكن تسببها زي الديجيتاليس او المورفين، وفي بعض الهارد ديزيزز ممكن تعملها والفالفولار ديزيزز. هارد ديزيزز خصوصا اللي بكون فيها كارديوميوباثيز، مشكله في عضلات القلب. ميديكال مانجمنت ما بدها اي شيء، لانه الفتره اللي انت قاعد بتزيد فيها الهارت ريت تلاقيها فتره ثانيه بتعوضها بتقلل الهارت ريت، فما في عندنا اي سيجنيفيكانت هيمودايناميك افكت، ما في تشينج كثيره في الهيمودايناميكس. هاي التيبل بتلخص كل المشاكل اللي ممكن تحدث في الساينس نوت. هذا النورمال ساينس ريثم وهاي خصائصه، الريت من 60 ل 100 ريجولار، بي ويف دائما كونسيستنت ودائما تسبق البي كيو ار اس اللي هي بي كيو ار اس ريشيو 1 بي بير كيو ار اس، بي ار انترفال كونسيستنت ولازم تكون اقل من 0.20، كيو ار اس كومبلكس نارو اللي هي اقل من 0.12. في الساينس تاكيكارديا كل الكاركترستكس موجوده ما عدا ايش؟ الهارت ريت من 100 ل 180 حكينا، بينما البقيه مالهم طبيعيات. في الساينس تاكيكارديا كل شيء طبيعي ما عدا الهارت ريت ماله اقل من 60، قلنا بقيه الخصائص مالهم طبيعيات. في الساينس الريثميا كل الخصائص طبيعيه بما فيها الهارت ريت، لكن المشكله اللي عندنا وين؟ في الريثم بيكون الريجولر، بينما بقيه الخصائص بتكون طبيعيه. هسا احنا خلصنا من كل المشاكل اللي ممكن تنتج من الساينس نود اللي هم شرحناهم، ساينس براديكارديا، ساينس تاكي، ساينس ديسريثميا. هسه بدنا نيجي للمشاكل اللي مصدرها من خارج الساينس نود، يعني المشكله مش من الساينس نود، من مكان ثاني. فنبلش بالاتريال ديسريثمياز، وزي ما قلنا الاوريجين تاعت الامبلس بتكونش من الاسينود، بتكون من وين؟ من اي مكان من الاتريا، ماشي؟ فهي باي مكان somewhere else in the atria other than الاسينود، هاي الامبلس مصدرها مش طالع من الاسينود. أمثلة على الأتريال ديسريثميا: أتريال فلتر، أتريال فيبريليشن، بريماتشور أتريال كونتراكشنز، وهنا حاطين لنا الـ PSVT اللي هي Paroxysmal Supraventricular Tachycardia، وهي راح أشرح عنها إن شاء الله، يعني شرح أكثر من اللي موجود فيهم أو في اللي موجود في السلايدات، يعني راح أضيف سلايد ثاني. نبلش بالأتريال فلتر. الاتريال فلتر هو عندنا هنا مثلا هاي الرسمه اللي هنا، بس خلينا ارسم رسمتي انا احسن. احنا عندنا هذا الهارت تمام، وقلنا الاسينود مالها، المشكله مش فيها، الامبلس مش طالع منها. نفترض انه عندنا احنا هون الريتابل نسميها فوساي، ماشي، او اللي هي مجموعه خلايا، صار في عندها اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد الريتيشن، وصارت تطلع امبلسز كثيره، فهي راح تنتقل، قلنا من خصائص الالكتريكال سيلز انها في عندها خاصيه الكوندكتيفيتي، انها راح توصل كل
هل هاي الكوندكتيفيتي، فهي راح توصل للاتريومز راح يصير لها تستجيب، لكن كيف بتتوصل للفنتريكلز؟ عن طريق الاي في نوت. خلينا نغير الخط، هاي الاي في نوت، غيرت الكلر. فالاي في نوت هون زي ما سميناها جيت كيبر، حارسة البوابة، طبعا احنا نقصد فيهم الفنتريكلز. فهون الاي في نوت مرة بتمشي او هي اللي بتتحكم متى تمشي ولا ما تمشي هاي الامبولسز اللي جاي من الريتابل فوساي تاعت الاتريومز. فمرات بتمشي مرات ما بتمشي. فلما تمشي فطلعوا هون مثلا، خلينا نتبع الاي سي جي هون تحت، فهاي بي طلعت من وين؟ من هاي الرسمة او المنطقة اللي هي الريتابل، ودت لكل الاتريومز وصار في عندي كونتراكشن زي ما انتم شايفين، هي بي ويف تمام. لكن هل في وراها كيو ار اس؟ لا. ليش؟ لانه الاي في نوت شو قالت لها؟ بلوك، ما راح انزلك للفنتريكلز. ردت هاي المنطقه اللي هي الريتابل، ردت طلعت شو كمان؟ كمان بي ويف. هاي البي ويف الامباس لما وصلت الاي في نوت مرقتها لوين؟ للفنتريكلز. فالفنتريكل صار عندي كيو ار اس بما انها مشت في مكانها الطبيعي اللي هو من باندل وفيس للرايت والليفت باندلز وبعدين البيركنجي فايبرز، فهون الكيو ار اس ايش طبيعي راح تطلع عندي نارو تمام. فالنارو كيو ار اس معناها انها الامبلس مشت من الاي في نوت وانتقلت عن طريق الباندل اوف هيس والليفت والرايت باندلز ووصلت البيركنجي فايبرز بدون اي ديلي بدون اي مشكله تمام. هاي بتدلنا انه عندي انا نورمال كيو ار اس. فهذا اللي بيميز الاتريال فلتر، انه بكون في عندك ماني بي ويفز لو ان كيو ار اس تمام. خلينا نرجع شو اللي مكتوب بالسلايد. فالاتريال فلتر هي عندي رابيد اتريال اكتوبيك بريث، مش بريث، ريثم ماشي. رابيد اتريال، اتريال انه الاوريجن، ورابيد لانه الريت بكون تاع الاتريال ريت بكون عالي جدا. شو يعني اكتوبيك؟ شو يعني اكتوبيك؟ يعني انه مش طالع من مكانه الاصلي اللي هو مش طالع من الاس اي نوت، هو طالع من مكان ثاني من الاتريومز، وهذا المكان ماله الريتابل. الاتريا او هاي المنطقه اللي في الاتريا بتلاقي بتطلع امبلسز تقريبا 250 ل 350 امبلس بير مينيت، لكن اللي بيميزها بنفس الوقت ماله انه هاي الامبلسز مالها ريجولار تمام. فهاي الالكتريكال امبلسز بما انها مش طالعه من النورمال اوريجين اللي هي الاس اي نود، راح تطلع من وين؟ راح تطلع من مكان ثاني، وبالتالي راح توصل الاي في نود عن طريق ابنورمال باث، عن طريق مكان ثاني، وهذا بيؤدي الى ايش؟ كوندكشن ديفكت في الاتريا. وزي ما قلنا مش كل الاتريال امبلسز توصل لوين؟ للفنتريكلز، والشكر لمين؟ للاي في نود اللي سميناها احنا ايش؟ جيت كيبر. هسه في كمان ممكن على الكوزس رح تيجي تبين. واحد من اكثر الاسباب اللي ممكن تؤدي للاتريال فلتر انه يكون في عند البيشنتس فالف ديزيز او فالف كالسيفيكيشن، فبتلاقي الشحنه قاعد بتلف. خلينا هون على الصوره اللي على الشمال الموجوده من السلايد نفسها، فبتلاقي الشحنه في عندي الريتابل اريا، الشحنة قاعد بتلف حوالين الرينج تاعت الفالف وبتودي لوين؟ للاي في نود، بترد تودي تلف وتودي، فبتلاقيها سيركل قاعد بتعمل سيركوليتنج تمام. شو قلنا الاي في نود اسمها؟ جيت كيبر، لانها عشان تمنع هالامبلسز ال 250، قلنا من 250 350 لو وصلت الفنتركل البيشنت بخش في تاج وممكن يموت، لكن بما انه في عندي جيت كيبر منعت كل هاي الامبلسز. فهاي الاي في نود ممكن زي ما قلنا ممكن تسمح واحدة، ممكن ما تسمحش، ممكن كل ثلاث تسمح لواحدة منهن، كل اربعة امبلسز تسمح لواحدة. عشان هيك البي كيو ار اس ريشيو شو بتكون في الاتريال فلتر؟ ماني تو 1. شو يعني ماني تو 1؟ يعني مستحيل تلاقيها واحد لواحد، فبتلاقي مثلا اثنين لواحد، ثلاث لواحد، اربعة لواحد. طبعا هذا ايش بسمي اللي بيميزه او اللي بيميز الاتريال فلتر؟ بكون رابيد وريجولار
atrial rate، شكل البي ويف زي شكل المنشار نسميها سو توث او بيكت فنس. شو يعني البيكت فنس؟ اللي هي زي جدار الحديقه تلاقي لها خشب، وهي اللي هي الرأسيات الخشب بتكون زي هيك موجوده، وان شاء الله بحط لكم اياها في السلايد الجاي اللي هو شكل البيكت فنس. طبعا لما اذا كانت استجابه الاي في نوت سريعه لهاي الامبلسز بصير عندي فينتريكولار ريت عالي، وبالتالي دياجنوستس تاعت الاتريال فلتر بتصير اصعب علينا. فلو اجينا على خصائص الاتريال فلتر، اجينا على هسه هون طبعا بدنا نصير نحكي اتريال ريت وفينتريكولار ريت، واتفقنا كيف بنحسبهم. الاتريال ريت عن طريق بي تو بي انترفال، بينما الفينتريكولار ريت بتصير من ار تو ار انترفال. ففي حالات الاتريال فلتر الاتريال ريت بيكون ما بين 250 ل 350، بينما الفنتريكولار ريت من 75 ل 150، والسبب قلنا مين؟ الاي في نوت، لانها ما بتمرق كل امبلس للفنتريكلز. بالنسبه للريثم بيكون ريجولار ان كانت في الاتريال او بالفنتريكل، او احنا بنسميها ريجولار ايرريجولار اللي هي لما تطلع الكيو ار اس بشوي بصير في عندها irregularity في الاي سي جي، لكن هاي الirregularity يعني predicted، يعني معروفه متى راح يصير في عندي irregular. يعني مثلا هنا regular regular بعدين بتصير اقل، نفس الشيء عد البيت الثانيه بعدين بتصير اقل، عرفنا؟ فاحنا بنسميه regular irregular. بالاتريال فلتر خليكم انتم زي ما هو موجود بالسلايد انه الريثم ماله regular. كيو ار اس normal، شو بقصد فيها نورمال؟ انها نارو اقل من 0.12، نورمال بالشيب وبالديوريشن. البي ويف شكلها زي سو توث شيب، او اللي احنا حكينا قبل شوي بيكت فنس، وهسه راح نيجي للصوره ان شاء الله اورجيكم شو اللي نقصد فيها البيكت فنس. بي ار انترفال صعب انك تقيسها لانه انت في عندك فلتر ويفز وبس كيو ار اس، فانت صعب انك تقيس البي ار انترفال. PQRS ratio many to one، ممكن تكون عندك 2 P's 1 QRS، 3 P's 1 QRS، أو 4 P's 1 QRS. أي أخطر؟ أي اللي احنا خايفين إنه يعني نتوقع إنه الـ cardiac output بكون أقل إشي في حالات وين؟ 2 to 1. فلو كان عندنا مثلا هون 300 نفترض impulse بتطلع هاي المنطقة اللي في الاتريومز امبلس، وكان الريشيو 2 لـ 1، فالاتريال ريت بكون 300 بينما الفنتركل ريت قديش بتكون؟ 150، لانه كل 2 امبلسز توصل امبلس للفنتركل. بينما لو كانت 3 لـ 1 بكون 300 الاتريال ريت، والفنتركل ريت قديش؟ 300 تقسيم 3 بتكون 100. اذا كانت 4 لـ 1 قسم 300 على 4، 30 على 4 فيها 7 بضل 20، يعني بكون الفنتريكولار ريت 75. فكل ما زادت الريشيو بصير عندي انا الفنتريكولار ريت اقل، وبالتالي الكاردك اوتبوت بضل بريزيرفد لانه الفيلينج تايم ما بصير له ريديوست، بضل الفيلينج تايم زي ما هو. فكل ما كانت اقل الريشيو بصير الموضوع اخطر، كل ما كانت اكثر 4 لـ 1 بصير الموضوع لسه يعني ستيبل للبيشنت. هذا اي سي جي، خلينا نطلع على الصوره هاي اللي زياده عندكم مش موجوده اللي من فوق. هاي هي البيكت فنس اللي هو سياج الحديقه، طلعوا كيف الراسيات زي مدببه، ماشي؟ هاي الراسيه المدببه، وهذا اللي بيميز ايش الاتريال فلتر، طلعوا هذا بالاي سي جي، ماشي؟ زي اسنان المنشار سو توث او البيكت فنس. هون تطلع كم عندنا كم ريشيو 1 2 3، وممكن بعض المرات اذا اشتبهت ممكن تكون في عندي بي ثاني وين مكان التي. هون مثلا الريشيو 3 لـ 1 حسب، طبعا انت بدك تصير تعد الريشيو او الريت. انا بتوقع هون، مش بتوقع، انا متاكد انه هون في عندي بي ويف، لانك لو حسبت الريشيو او البي بي انترفال بتطلع عندك انت هنا بي، فهنا مش 3 لـ 1، سوري هنا 4 لـ 1.
هون نفس الاشي، واحد اثنين ثلاث اربعة، اربعة لواحد. هون واحد اثنين ثلاث، ثلاث لواحد. الريشو اللي هي بيك تو كيو ار اس، كل ثلاث بيس في معها كيو ار اس. هون بصراحة الاي سي جي هذا في عنا مشكلة بالكيو ار اس. تعال خلينا نطلع بالله، هاي من هون لوين؟ لنهاية الاس. واحد اثنين ثلاث تقريبا، نحن نحكي تقريبا بوينت 12، مبين من شكلها انها وايد. فهون في مشكلة عندنا بالكوندكتيفيتي في جوات الفنتريكلز، ان كانت من الافي نود او البندل اوف هيس، فهذا اللي خلى عندي وايد كيو ار اس. اتريال فلتر معظم الكوزز تاعونها بتكون زي ما حكيت قبل شوي valvular disease، او اذا بكون في عند البيشنتس hypertension او coronary artery disease، وهذا بيؤدي الى ايش؟ زيادة الوركلود على الهارت، زيادة الاودو ديماند، فبالتالي بكون irritable، cardiomyopathies او في حالات traumatic heart diseases، او اذا كان البيشنتس عنده عملية open heart surgery. بعض الكيسز اللي بكون في عندنا زيادة في الميتابوليزم، يمكن سببها الهايبرثايرويدزم مثلا او الاكسرسايز، او البيشنت از سموكينج، الناس اللي عندهم بولموناري هايبرتنشن، او اللي عندهم كرونيك اوبستراكتيف بولموناري ديزيزز سي او بي دي، فهذول كلياتهم ممكن يعملوا كور بولمونيل. وبالتالي كور بولمونيل معناها الرايت سايد هارت فيلير، واحنا بنحكي الرايت سايد هارت فيلير الفنتريكلز راح تتاثر، وكمان الاتريوم راح يتاثر، فالاتريوم راح يصير فيه الريتابيليتي ويمكن يصير معاهم اتريال فلتر. اذا البيشنت، هاي النقطة طبعا عامة مش بس للاتريال فلتر، قلنا هاي من اول ما شرحنا الموضوع الارثميز، قلنا رابيد اور سلو فنتريكولار ريت هذا بيؤدي الى ايش؟ ممكن الى كومبرومايزنج في كاردك اوتبوت، ممكن ياثر على حجم الكاردك اوتبوت. اي مشكلة في الاتريال فلتر، هسا مشكلة الاتريال فلتر والاتريال فيبريليشن، هسا انا في عندي امبلسز ماشي، بتطلع امبلس 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 امبلس، لكن ما بكون عندي كومبليت كونتراكشن للاتريومز، انا بصير عندي زي ارتجاف لكن ما بصير عندي كومبليت كونتراكشن، فهذا بنسميه او بيؤدي الى شيء بنسميه بلاد بولينج. بلاد بولينج، شو يعني بلاد بولينج؟ زي بركة دم أو بين قوسين قاعد بتجمع الدم ماشي، blood pooling. فإذا تجمع هذا الدم شو بصير في عندنا الريسك؟ إنه يصير في عندي thrombi formation، وإذا هاي thrombi formation تحركت ممكن تؤدي إلى embolus attack. فإذا كانت بالright side صارت للثرومبس بالright atrium، نزلت للright ventricle، وين راح تروح؟ راح تروح على اللنجز وتعمل عند البيشنتس ايش احنا سميناها، اللي هي جلطة رئوية، اللي هي pulmonary emboli. بينما اذا كانت باللفت سايد باللفت اتريوم صارت هاي الثرومبس، نزلت على الفنتريكل لفت فنتريكل، راح تطلع من الاورطة. واذا بتتذكروا شكل الاورطة، بكون في عنا الاورتيك ارش اللي هو طالع من اللفت فنتريكل، بعدين عنا الاورتيك ارش، بعدين في عندنا الكاروتيد ارتريز دغري طالعات. فالامبولس في الغالب ظهرها وين رايحه؟ دغري، فممكن تروح تضرب على البرين وتعمل سي في اي. ميديكال مانجمنت بيعطوا فيجل مانوفر او بيعملوا فيجل مانوفر زي كاروتيد ساينس مساج، وهاي بس الدكتور بيعملها. ممكن يعطوا ادونيسين اللي هي بوش اند فلاش، عشان الهاف لايف تاعته سريعه، فانا ما بديش، بدي اياه يوصل للهارت قبل ما تخلص الهاف لايف تاعته، وبالتالي يعمل لي افكت. ما استجاب البيشنتس، او قبل هيك ممكن نعطي بيتا بلوكرز، ديجيتاليس كالسيوم شانل بلوكرز. اذا البيشنتس طبعا ما استجاب لهذول، احنا ممكن نعمل سينكرونايز كاردوفيرجن. لكن قبل هيك احنا لازم نمشي على انتي ثرومبوتيك ثيرابي قبل ما نعمل له سينكرونايز كاردوفيرجن. الاصل نعمل له الايزوفيجاس او اللهم صل على محمد ايكوكاردوجرافي،
عن طريق الاسوفيج او الترانس اسوفيجيال ايكوكاردوجرافي عشان اتاكد انه ما في امبولاي في الاتريومز. ماشي، فاذا عملوا له اياها وتاكد انه ما في امبولاي بروح بيعملوا سنكرونايز كاردوفيرجن. اذا عملوا له هاي الصوره اللي هي ترانس اسوفيجيال ايكوكاردوجرافي وبين عنده ثرومبس فلازم يمشوه على انتي ثرومبوتيك ثيرابي زي وارفارين لمدة 3 أسابيع وبعدين يقولوا له تعال راجعنا عشان نعمل لك سنكرونايز كاردوفيرجن. لأن إذا عملتوا سنكرونايز كاردوفيرجن ممكن تطلع هاي الثرومبوس وزي ما قلنا تضرب على الرئتين أو تضرب على الدماغ أو تضرب في أي مكان ثاني. زبط هالكاردوفيرجن زبط، ما زبط ممكن يلجأوا لموضوع مسميه كاثيتر أبليشن وهاي تستخدم لونج تريتمنت للونج تيرم تريتمنت. كاثيتر أبليشن بدخلوا زي كاثيتر زي عن طريق القسطرة يعني بشوفوا وين هي الاريا في الاتريوم اللي قاعد الريتابل بروحوا بكوها او بكو الكوندكشن تاعها عشان هيك بتبطل توصل هاي الامبلسز لاي مكان ثاني في الهارت. هسه بنيجي للاتريال فيبريليشن. هسه حكينا بالاتريال فلتر انه بكون في عندك 1 اكتوبيك فوساي اللي هي الريتابل فوساي في الاتريومز وقاعده بتطلع impulses at regular rate والريت بكون 250 ل 350. في حالات الاتريال فيبريليشنز بكون عندك، طلعوا على الصوره هاي اللي الشمال اللي من تحت، مش بس منطقه واحده في الاتريومز الاريتابل، لا اكثر من منطقه، هاي قاعده بتطلع impulses وهاي قاعده بتطلع impulses وهاي كمان بتطلع impulses، ففي عندنا اكثر من 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 منطقه، في عندنا اكثر من فصاي الريتابل، ومجموع الامبلسز اللي بتطلع من هاي الفصاي من 350 ل 500 امبلس بير مينت، بتحكي عن يعني شيء خيالي. وبما ان هاي ديس اورجنايزد فالريثم شو بكون؟ الريجولر، تمام؟ بما انها مش طالع من نفس المكان ومش في الريجولر فهي راح تكون الريجولر، وكمان البي ويف ما راح يكون لها شكل ثابت لانها مش طالع من نفس المكان، طالع من اماكن مختلفه، بينما من الاتريال فلتر ماشي شكل البي ويف زي البيكت فينس او زي السوتوث لكن شكلها ثابت لانها طالع من نفس المكان. في الاتريال فيبريليشن بما انه الاوريجن تاعت الامبلس من اكثر من مكان فصعب انك تميز وين البي ويف، وهذا كمان بيقودنا لشيء ثاني انه هذول البي ويفز او سوري الامبلسز ما بتوصل للاتريوم او كل انسجه الاتريوم بنفس الوقت، فما بصير في عنده كونتراكشن للاتريوم بنفس الوقت، فالاتريوم عباره عن زي قاعد برتجف رجفان على الخفيف يعني، هذا ما بصيرهوش اي كيك بنسميها لوس اوف كيك، انه بس قاعد بتحرك حركه خفيفه زي ارتجاف بسيط. يعني لسه بالاتريال فلتر في شويه كونتراكشن، بالفيبريليشنز ما فيش، يعني نادر تلاقي انه في عندك كيك قوي انك تطلع تضخ الدم على الفنتريكلز، بفوت على الفنتريكلز عن طريق مثلا بتلاقيه اول ما يفتح الصمام بينزل لحاله الدم، لكن الاتريوم نفسه ما بنقبض بقوه، بالتالي احنا هنا بنخاف على الكاردك اوتبوت. فالبي ويف بتبين صغيره زي خرابيش الدجاج بتلاقيه، يعني هاي كويسه هذا التشبيه خرابيش الدجاج، يعني هذا طبعا هذا الاي سي جي مش هذا رسم، هذا مش حقيقي، هسه بنشوف على اي سي جي حقيقي بتشوفوا كيف الاتريال فيبريليشنز، فبتلاقي البي ويف مش اورجنايزد وان ريكوجنايزد ما بتقدرش تميزها، فاحنا بنسميها كويفرنج فيبريلاتوري اف ويفز، انه يعني صاير فيها فيبريليشنز قاعد ترتجف رجفان لكن مش واضحه. فهي characterized by coarse baseline and irregular rhythm. شو يعني coarse baseline؟ يعني خط تقريبا زي خط مستقيم لكن ماله coarse، يعني مش منتظم، ماشي زي هيك بيطلع البي ويفز، يعني شويه طالع عن البيسلاين، وهي زي ما قلنا irregular، وهذا اكثر نوع شائع من جميع انواع الديستريثميا اللي هي الاتريال فيبريليشن. طيب هسه الفنتريكولار ريت في حالات الاتريال فيبريليشن بيعتمد على مين؟ بيعتمد على الاي في نوت اللي هي زي ما حكينا سميناها الجيت كيبر. بما انه الاتريال ريت
عالي الريجولر، فأنا كمان بتوقع أن الفنتريكولر ريت راح يكون كمان الريجولر، لكن الاستجابة الريت تاعته تعتمد عمين زي ما قلنا على الـ AV junction. بما أنه هذا الأتريوم أو في حالات الأتريوم فيبريليشن الأتريومز ما بصير الكونتراكشن كافي أو كامل، وبصير في عنا البلد بولينج، فهيك قاعد بتجمع عنا إيش؟ البلد في الاتريومز، ولما ينزلوا على الفنتريكلز ممكن طبعا هذا الدم المتجمع يتكون في الثرومباي، وزي ما قلنا بتزيد فرصه الاصابه بالامبوليك ايفنت زي الستروك ام اي او البلمونري امبوليزم. فرصه الاصابه بالامبوليك ايفنت 5 اضعاف اي نوع ثاني من انواع الديسريثميا. عشان هيك احنا دائما هذول البيشنتس اللي بكون عندهم اتريال فيبريليشن لازم نظل ماشيينهم على انتي كواجولانت ثيرابي زي الوارفارين. يعني حتى مش ضروري يصير معاه الثرومب بس، لا هي حتى اول ما خلص الشخص انه عنده اتريال فيبريليشن طوال احنا بنمشي على وارفارين، فهي بتكون بروفيلاكسس. هون التابل شوفوا لنا الاتريال ريت من 350 ل 500، بينما في الاتريال فلتر كانت من 250 ل 350، ففي الاتريال فيبريليشن اكثر من الاتريال فلتر، والسبب زي ما قلنا انه في عندي اكثر من منطقه متهيجه في الاتريومز، كل واحده قاعده بتعطي امبلسز، فهاي الامبلسز بيطلع لناش بنفس الوقت، بيطلع لنا بريت عالي بما انه اكثر من اوريجين، والبي ويف شكلها مختلف. الفنتريكولار ريت بيكون استجابه الاي في نوت اعلى لانه قاعد بيجيها امبلسز اعلى، فبكون عندي الفنتريكولار ريت ما بين من 120 ل 200. الريثم بيكون هايلي ايريجولار لانه اكثر من مصدر زي ما قلنا الامبلسز. الكيو ار اس شيب ديوريشن بدها تكون نورمال، والسبب انه خلص اجت على الاي في نوت الامبلس. خلينا نرسم الهارت، هذا الهارت ماشي طنشوا يعني التفاصيل، المهم المبدا. فعندنا هنا يعني مكان متهيج، وهنا مكان متهيج، وهذا متهيج، ففي عندنا اكثر من مكان متهيج قاعد بيطلع امبلسز. واحنا عندنا هون الاس اي نود، هاي اكس عليها لانها مش شغاله. في انا عندي الاي في نود هون اللي هي الجيت كيبر، وعندي البندل اوف هيس، وعندي الليفت، وعندي الرايت بندلز، بعدين تصير عندنا البيركنجي فايبرز. فلما تيجي احنا عندنا الامبلسز كثير من هون للاي في نود راح تيجي باوقات مختلفه، عشان هيك قلنا الريت بده يكون او الريثم بده يكون الريجولر. وبما انه اكثر من مكان متهيج وبيعطي يعني الريتابل، فبكون الريت زي ما قلنا من 350 ل 500. هسه اول ما توصل الامبلس للاي في نود وين راح اذا بتمرقها؟ راح تمرقها عادي بعدين على البندل اوف هيس وبمكانها الطبيعي. فالكيو ار اس شو راح تطلع؟ نارو ماشي؟ راح تطلع نارو لانها مشت من مكانها الطبيعي. بالنسبه للبي ويف راح تكون ايش؟ نوت ديفينيت ويف، زي ما قلنا زي خرابيش الدجاج تلاقيه هيك وخطريش، بعدين مره واحده يطلع لك كيو ار اس بي ويف، مره واحده كيو ار اس، وبكون الريجولر ماشي. بي ار انترفال صعب انك تقيسها، بي تو كيو ار اس ريشيو ماني تو 1. خلينا نشوف طلعوا الار ار انترفال مش متساويه، معناته الريثم ماله الريجولر. هل في بي ويف؟ مش قادرين نحددها، زي ما قلنا عباره عن خط مش مستقيم والريجولر. والريت لو تعال احسب لنا مثلا الهارت ريت الفنتريكولار ريت عن طريق اللي هي الريجولار ريثم، فبتلاقي الهارت ريت مرتفع، وهي كلياتها والكيو ار اس نارو، فكلياتها هي من خصائص الاتريال فيبريليشن. الكوزز الاكزاكت كوز انون، ممكن تكون موجوده مع الناس اللي عندهم اتريال فيبريليشن بعض هاي المشاكل المذكوره هون، اذا ممكن يكون في عندهم اتريال مسل ديزيزز زي بكون في عندهم ديستنشن سببها مثلا هايبرتنشن، ممكن يكون سببها هارت فيلير او بولمونري ديزيزز، ممكن يكون سببها بيريكاردايتس او مايوكاردايتس. طبعا
كلياتنا عارفين انه بكون بهذا الوقت، بما انه حكينا المشكله مش من الساينس نود بكون فيها مشكله، عشان هيك صار في عندي انا شيء ثاني ياخذ الليد. كمان في عندنا من اسبابها الاسكيميك او روماتيك هارت ديزيزز، الناس اللي بصير عندهم هارت سيرجريز او بيعملوا لهم، او اللي بكون عندهم فالفيولار هارت ديزيزز، او اللي بكون عندهم كونجينيتال هارت ديزيزز. هاي كلياتهم بكونوا البيشنتس ريسك انه يصير عندهم اتريال فيبريليشن. علاج الاتريال فيبريليشن تقريبا زيه زي الاتريال فلتر، فانا لازم اطلع على الكوز، الباترن، ديوريشن بتاعت الاريثميز، هل هي كرونيك ولا هي بس يعني اجت زي ابيسود معينه من الاتريال فلتر. فالجول تاعنا انه انا بدي اتحكم بالريت والريثم بتاعت الهارت، واحاول ارجعه للنورمال ساينس ريثم. اتفقنا انه هذول البيشنتس اللي معهم اتريال فلتر او اتريال فيبريليشنز لازم نمشيهم على انتي ثرومبوتيك ايجنتس زي الوارفارين، ممكن نمشيهم على ميديكيشنز زي الاميدرون، بيتا بلوكرز، كالسيوم شانل بلوكرز، عشان نرجع او نقلل من الهارت ريت ونتحكم في الريثم. اذا ما استجاب ممكن نعملهم كاردوفيرجن، خصوصا اذا كان عندهم هيموديناميك انستابيليتي. ممكن نلجا للابليشن اللي هو الكوي، الجزء الريتابل من الهارت، ممكن نعملهم بيسنج او الامبلانتبل ديفايسز، هاي اللي ممكن تصير تعمل زي سينكرونايزد كاردوفيرجن داخليه اول ما انه هي نفسها، هاي اللي هي زي البطاريه تقريبا بس هي بتعمل زي كاردوفيرجن، تكون مزروعه تحت الجلد. اجينا لموضوع اكتوبيك بيتس، او نحن بنسميها بريماتشور بيتس. هسا الاكتوبيك بيتس هاي مش رثم معين، هذا بيكون في عندنا underlying rhythm، يا بيكون البيشنت عنده مثلا normal sinus rhythm، يا بيكون في عنده atrial rhythm junctional or ventricular whatever الrhythm بيكون فيه، لكن بتطلع عنده impulse سابقة لموعدها، وهاي الامبلس بيكونش السورس تاعها الاس اي نوت، ممكن السورس تاعها يكون من الاتريومز او من الاي في جونكشنز او من الفنتريكلز، عشان هيك احنا سميناهم او عملنا لهم كلاسيفيكيشن حسب المكان. فممكن احنا نسميها بريماتشور اتريال كونتراكشن او كومبلكس بي اي سي اختصارها، اذا كان طالع من الجونكشنال من اللي هي حوالين الايفي نود بنسميها بريماتشور جونكشنال كونتراكشن او بي جي سي، او بريماتشور فينتريكولار كونتراكشن اللي هي بنسميها بي في سي. طيب نبلش بالبريماتشور اتريال كونتراكشن، ومن اسمها انه في عندي انا ابو المصدر هاي البريماتشور كونتراكشن من الاتريومز نفسها. فخلينا نطلع على الصورة هاي اللي من تحت على اليمين. فعندنا هون الاس اي نود عادي شغالة، واللي خلانا نعرف انه الاس اي نود شغالة هاي البي ويف ما شاء الله عليها بوزيتيف وسلايتلي راوندد، وكل بي ويف بتبعها كيو ار اس والكيو ار اس نورمال والبي ار انترفال ثابتة، كل الخصائص النورمال كاركترستكس. لحتى تيجي لنا هون في عندنا احنا هون منطقة في الاتريومز انهبلت وصار فيها الريتيشن وطلعت لي امبلس، وهاي الامبلس وين بدها تيجي؟ على الايفي نود، والايفي نود في عندها ثلاث خيارات، في الغالب بتمشيها، اذا واحد بتقول لك على امبلس واحده مش مشكله بمشي لك اياها، او ممكن تعمل لها بلوك، اذا عملت لها بلوك شو راح تطلع؟ راح تطلع لك بي ويف لحالها بدون كيو ار اس، لان عملت لها بلوك الايفي نود، فالاتريوم صار لها كونتراكشن لكن الفنتركلز لا. والحالة الثالثة انه ممكن تعملها ديلي، يعني تطول تا تطلع عندك كيو ار اس، يعني يصير في عندك بي ار انترفال ممكن يصير كبيرة، ممكن الكيو ار اس ممكن يصيرها وايدنج، فهذا بيعتمد على الاي في نود، لكن في الغالب قلنا انه بتمشيها. تمام؟ فالبي اي سي occurs when an ectopic atrial impulse discharges prematurely، يعني بتطلع لك منطقة في الاتريومز بتطلع impulse قبل موعد الامبلس اللي احنا متعودين عليها، مثلا انه واحد البيشنت الهارت ريت تاعه 60 بالدقيقة، فهذا بيعني انه كل ثانية في 1 بيت، والله طلعت
واحدة مثلا كل ثانية في بيت، بعدين اجت لك واحدة بعد بنص ثانية طلعت، هاي احنا بنسميها premature contraction. طبعا هذا كانت واحدة. زي ما قلنا is conducted normally، يعني عادي بتمشيها الـ AV node بتمشيها للـ ventricles بشكل طبيعي، وبالتالي الـ QRS في الغالب بتكون نارو. إذا الـ P wave كانت premature يعني جاي زي ما قلنا قبل موعدها بكثير، ممكن تيجي مندمجة مع الـ T wave اللي بتسبقها. خلينا نطلع على هذا الـ ECG اللي على الشمال، هاي الـ T wave عادية وهاي P wave عادية، هاي normal. بعدين هون شو صار عندي؟ طلعت عندي premature P wave والتصقت مع الـ T، فاختلف شكل الـ T كلياتها، تختلف عن الـ T هاي، تختلف عن الـ T اللي هون. فهذا ليش؟ شو السبب؟ انه اشتبكت معها بي ويف. تمام؟ فاذا كانت ممكن تكون برد بالبريسيدنج تي ويف، وهذا بيؤدي الى اختلاف في شكل التي ويف. قلنا في الغالب الكيو ار اس بتكون نارو لانها الاي في بتمشيها بشكل طبيعي، لكن ممكن يتبعها شورت بوز. طلعوا هون شو صار في عندي؟ شورت بوز. والبوز يعني له انواع مش شارحينها هون، بوز له في نوع بنسميه ساينس ريست، في نوع بنسميه مثلا بلوك، وهذا مش مطلوب منكم هون. بي اي سي ممكن تحصل مع كل الاشخاص مختلف الاعمار، ممكن تحصل مع الهيلث بيبل، لكن في الغالب هي بتمثل انه في عندي اريتيشن في الهارت سيلز. ممكن يكون في عندي ستيمولاي زي ستريس، ايموشنز، واحد بدخن كثير، بيشرب كحول كثير، او بيشرب قهوه او كافيين كثير. ممكن تكون مصاحبه او تعطينا انديكيشن، او تكون موجوده مع الناس اللي عندهم روماتيك اور اسكيميك كارد ديزيزز، هارت فيلير، هايبوكاليميا، ميديكيشنز او هايبر ثايرويدزم. وزي ما قلنا البي اي سي بتدل انه في عندي irritability، فهذا البيشنتس بكون ات ريسك انه ممكن تتطور اموره لاتريال تاكيكارديا اللي احنا بنقصد فيها اتريال فبريليشن او اتريال فلتر، لانه زي ما قلنا انه هذا بتدل انه عنده اتريال irritability. بالبي اي سي في الغالب، ما فيش له يعني مش بحاجه علاج اذا كانت انه هاي البي اي سيز مش متكرره كثير، وما في عندي اي مشكله في الهيمودينامكس بالبلد بريشر والكاردك اوتبوت. لكن احنا كنيرسز لازم نضلنا نعمل كلوز مونيتورنج على البيشنتس، نضلنا نعمل دوكيومنتيشن على قديش بيطلع معاه بي اي سيز. زي ما قلنا لازم نضلنا نعمل assessment ونشوف شو الكوز لهاي الـ PAC. آخر نوع من الـ arrhythmias اللي راح نشرحها اليوم اللي هي بسميها paroxysmal supraventricular tachycardia. تمام؟ شو يعني paroxysmal؟ يعني بتيجي عبارة عن نوبة. supraventricular tachycardia يعني tachycardia الـ heart rate بكون فيها أكثر من 100، لكن شو يعني supraventricular؟ يعني الـ origin تاعها مش من الفنتركل، لا من منطقة فوق الفنتركلز. شو هم المناطق اللي فوق الفنتركلز؟ الـ AV node أو الأتريوم. فهذا المصدر تاعت التاكيكارديا، هاي بنسميها paroxysmal supraventricular tachycardia. وهاي بتختلف عن classification أو نوع من أنواع الديسريثمياز، احنا بنسميها supraventricular tachycardia يعني بدون paroxysmal. فالsupraventricular tachycardia هي كل الارثمياز اللي بصير فيها تاكيكارديا وبيكون الاوريجين تاعها من وين؟ فوق الفنتريكلز، اللي بتضمن ساينس تاكيكارديا، تتضمن الاتريال فلتر، تتضمن اتريال فيبريليشن، تتضمن الباروكسيسمال كمان معها، تتضمن كمان الجنكشنال تاكيكارديا. تمام؟ فهذول اللي هسه حكيتهم هذول كلياتهم بنسميها supraventricular tachycardia، يعني tachycardias وسببها زي ما قلنا مش من الventricles. بينما الباروكسيسمال نوع من انواع supraventricular tachycardia، واللي هي بصير انه بكون في عندي rapid atrial rhythm، بكون الريت تاعها من 150 ل 250، وبكون طبعا الventricles مستجيبه، الاي في نود مستجيبه، فبكون الventricular rate نفس الشيء من ما بين 150 ل 250. في الغالب بيكون اللي او اللي بسببها انه بصير في عندي premature atrial contraction. فلو نطلع هون هذا الاي سي جي كان عندي ما بين الار ار انترفال قديش؟
تقريبا 3.5، بينما هنا جت لي بيت PAC، وبعدين صار في عندي أنا إيش؟ دائما الهارت ريت ماله ثابت، لكن تقريبا الهارت ريت هنا 150، طبعا هذا الفنتركولر، ولو حسبت أنت اللي من P ل P بتلاقي كمان نفس الريت اللي هو 150. فهذا احنا بنسميها باروكسيسمال سوبرا فنتركل تاكيكارديا، اللي بيميزها على الاي سي جي انك بتشوفها متى بتبلش، ولو ظليت مشيك على البيشنس بتبين عندك متى راح تنتهي. طبعا التاكيكارديا بيجنز اند ترمينيتس ابروبلي، زي ما قلت لكم هي بتبين هيك مره واحده وبتطلع وبتروح مره واحده، لكن ممكن تقعد ثواني، ممكن تقعد ساعات، وممكن تظلها مع البيشنس لايام. الريت زي ما قلنا هو faster than sinus tachycardia. sinus tachycardia قلنا قديش؟ من 100 ل 180، بينما هاي من 150 تقريبا ل 250، وهاي كمان مع الوقت بتصير regular. البيشنتس في الغالب ممكن ما يكونش عنده اعراض غير انه بصير يحس بالبالبيتيشنز، وممكن اذا كان الهارت ريت كثير عالي يصير عنده علامات decrease cardiac output، واهمها انه يصير عنده زي دوخه dizziness او light headedness، لانه بقل البرفيوجن للبرين، والبرين من اول الاعضاء اللي بتحس انه صار في عنده decrease انا بالبرفيوجن او في الاكسجينيشن. وهذا قلنا زي ما قلنا بيعتمد على الريت وعلى الديوريشن اللي بتقعد فيها ال PSVT. الناس اللي ممكن او اللي معهم امراض قلب زي مثلا الهارت فيلير او اي شيء ممكن يعمل ريتيشن في الكارديك سيلز، ممكن هم معرضين انه يصير معهم هذا الاريثميا. طبعا بما انه الهارت ريت عالي فانت بدك تعرف انه الفيلينج تايم راح يقل تاعت الفنتركل، وبالتالي الكارديك اوتبوت راح يقل. كمان في شغله ثانيه بدك تعرفها، انه بما انه الهارت قاعد بيشتغل اكثر شو بده يصير بالاوتو ديماند، بتزيد في البيشنتس ممكن يصير في عنده اعراض الانجينا بيكتوريس اللي هي اعراض الذبحه الصدريه، وبالتالي البيشنتس ممكن يصير في عنده كمان شورتنس اوف بريث او اللي هو ديسنيا. الريت قلنا ما بين 150 ل 250، وفي الغالب الافي نود او الافي نود اللي بيميز البي اس في تي انه الافي نود بتستجيب، فبكون 150 ل 250. ريثم بيكون ريجولر، الاكس طبعا متى بكونش الريجولر؟ لما تبلش ولما تنتهي، لانه بصير في عندي بوز هون وبوز هون. الكيو ار اس بتكون نورمال نارو، عشان هيك حنسميها سوبرا فنتركولر، وقلنا اي شيء من الفنتركلز بتكون عندي الكيو ار اس بتكون وايد، بينما هاي بما انه الكيو ار اس عندي نورمال فاحنا سميناها سوبرا فنتركولر. بالنسبة للبي ويف هي بتكون تسبق الكيو ار اس، ممكن تكون مخفية في التي ويف اللي قبلها، او حتى ممكن تسبق التي ويف اذا كان عندي فيري فاست هارت ريت. صعب انك تقيس البي ار انترفال، لكنه يعني في بعض الحالات ممكن تقيسها، لكنه نقول انه صعب انك تقيس البي ار انترفال. الكوزز اي شيء بيعمل اريتيشن للهارت، مثل ايموشن، ستريس، توباكو، الكحول، كافيين، السهر، تعب، الهارت ديزيزز زي روماتيك هارت ديزيز او الاسكيميك هارت ديزيز، الاكيوت ام اي، ديجيتايز توكسيسيتي، كلياتها اي شيء بيعمل اريتيشن للهارت ممكن البيشنت يصير معاه باروكسيسمال سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا. ميديكال مانجمنت نعمل له فيجل ستيميليشن، طبعا الدكتور اللي بيعمل الكارتج مساج زي ما قلنا، او بنعمل له فالف سالفال مانوفر، بنقول للبيشنتس خذ نفس واحبس وشد على حالك، وممكن يعطوه ادينوسين بوش اند فلاش، اذا استمرت ممكن نلجا لموضوع الكارديوفيرج. هيك احنا بنكون خلصنا الجزء الاول من هاي من سلايدات الديسريثميا. راح ان شاء الله نحكي في الاسبوع الجاي او في المحاضرات القادمه عن الجنكشنال ريثم والجنكشنال ديسريثميا، وكمان ننتقل لموضوع الفنتركولار ريثم والفنتركولار تاكيكارديا، وهاي ان شاء الله راح اشرحها يوم الاربعاء القادم. اذا في اي شيء بملاحظة بمحاضرة اليوم غير واضح، يا ريت تبعثوا لي سكرين شوت عن السلايد اللي ما فهمتوها على الفيسبوك، بفضل انه يكون على جروب الفيسبوك عشان يكون كل الطلاب
عارفين شو الجواب وما يصير في تكرار للأسئلة. الله يعطيكم العافية جميعا، وسامحوني إذا صار في أي تقصير. السلام عليكم.